بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا وآخذ أيدينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب اتمم بالخير والسعادة. هو الله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم شرح قول المصنف: وهي كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره. وهي كلها ضمير يرجع إلى أفعال العباد. كنا بصدد شرح مسألة خلق أفعال العباد. هي مخلوقة لله تعالى، يخلقها الله سبحانه وتعالى وقتا فوقتا. عند أهل الحق أهل السنة، لكن المعتزلة قالوا إنها مخلوقة للعباد، وهذا باطل. نعم. ثم يقول المصنف: وهي كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره. لماذا ذكر هذا المصنف؟ ماذا مقصود المصنف؟ هل هو رد على أي طائفة، أو هل عنده مقصود آخر؟ إذا مقصوده كما بينه الشارح فيما بعد: تعميم إرادة الله تعالى وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله تعالى، يعني فيما سبق ذكر المصنف بالتعميم، وذلك قوله: وأفعال العباد، والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. هكذا عمم. فإذا هنا أراد المصنف أن يعمم إرادة الله تعالى للكفر والإيمان والطاعة والعصيان، كذلك أراد أن يبين أن قدرة الله تعالى عامة للإيمان والكفر، للطاعة والعصيان، هكذا يعم لإفادة هذا التعميم، أو قصدا لإفادة هذا التعميم قال المصنف هذا. وهي أي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته. قد سبق أنهما عندنا عبارة من معنى واحد. نعم سبق. ثم وحكمه، ماذا أراد بالحكم؟ يعني أن لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين. حكمه، ماذا أراد بالحكم؟ يمكن لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين. ماذا أراد بخطاب التكوين؟ خطاب التكوين يعني قوله تعالى: كن. فإن الله تعالى أجرى عادته بما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن. هذا القول ليس قولا لفظيا لسانيا، بل هذا نفسي، هذا معنى، أو هذه عبارة عن تعلق قدرته
عادي إيجاد ذلك المقدور. التعلق الحادث يعبر عنه بقوله تعالى كن، ليس هناك قول بل هذا تعلق فقط، تعلق قدرته تعالى بهذا المقدور. ثم هو لم يجزم، لماذا؟ لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين. لماذا قال لا يبعد؟ لماذا لم يجزم أنه مراده؟ وهناك يعني احتمال آخر ذكر الكستلي رحمه الله، وإنما لم يجزم بذلك لاحتمال أن يكون المراد علمه بوقوعه. يمكن أن يكون مراد المصنف بهذا القول يعني علمه بوقوعه، يعني حكم معناه علمه تعالى بوقوعه، فإذا بعلمه يقع ما يقع من أفعال العباد، هكذا احتمال. ثم هنا بينه عصام الدين أيضا في حاشيته، قال يعني إذا خطاب التكوين يعني قوله تعالى كن، ثم ول الهر أن يراد به الاختيار فإن الحكم ينبئ عنه. الأظهر أن يراد بالحكم الاختيار، ذكر الكستلي معنى آخر للحكم هو علمه، فهذا أي اختيار، فإن الحكم ينبئ عن الاختيار، والقضية تكون بمعنى الحكم وهو تكرار بين حكمه وقضيته، هكذا ذكر بعده. وإذا لو ذكرنا أن معنى الحكم الاختيار فيكون القضاء القضية تكرارا لقوله وحكمه على طبق المشية، إذا هذا لا حرج فيه. لماذا؟ فيما سبق أتى باسمين مترادفين كرر يعني بإرادته ومشيته معناهما واحد، كذلك وحكمه وقضيته معناهما واحد يعني الاختيار. قصد بذكرها تحسين اللفظ، هذا تحسين اللفظ فقط، ويكون بمعنى الصنعي، يمكن أن يكون بمعنى الصنعي، وعليه حمله الشارح، هذا قوله لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين، يعني هذا صنعه، لكن يغني عنه حينئذ الحكم بكون الأفعال مخلوقة له تعالى، إذ لا معنى لكونه بفعله إلا كونها بخلقه. نعم. ثم ولم يحمل على معناه المصطلح عليه عند الأشاعرة، وهي الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء اعتراضا عن كثرة التكرار بالإرادة. يمكن أن يكون معنى الحكم ما يراد بالإرادة، فإذا يكون هناك تكرار كثير. نظرا إلى هذه الاحتمالات قال الشارح لا يبعد. ثم وقضيته أي قضائه، وعبارة عن الفعل مع زيادة أحكام، هذا معنى القضاء أو القضية، زيادة أحكام إثبات لا يكون فيه خلل بل يكون على يعني قوة وإثبات أحكام على نظم منضل. لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى، فإذا فيما سيأتي يذكر الشارح أن المراد قصد بها تعميم إرادة الله تعالى وقدرته كذا كذا، فإذا لو كان الكفر وكذلك المعصية كلها بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به، يجب على العبد الرضا به، هذا كفر مثال. نعم كذلك المعصية، ثم يجب لوجب الرضا يعني لوجب على العبد الرضا به، لأن الرضا بالقضاء واجب، الرضا بالقضاء واجب على العبد، فإذا
يكون مصيره أن الرضا بالكفر واجب والعياذ بالله، واللازم باطل لأن الرضا بالكفر كفر ليس واجب بل هو ذنب عظيم يكون كفرا يرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. لأننا نقول الكفر مقضي لا قضاء، لا يقال هكذا. لماذا؟ لأننا نقول في جوابه الكفر مقضي لا قضاء والرضا إنما يجب بالقضاء دون المقضي. الرضا يكون بالقضاء دون المقضي، هكذا أجاب الشارح. تكلم فيه الخيالي رحمه الله قوله الرضا إنما يجب بالقضاء قيل عليه لا معنى للرضا بصفة من صفات الله تعالى، يعني القضاء هو صفة من صفات الله تعالى، هل هناك معنى، يعني هل يفيد هذا الرضا بصفة من صفات الله تعالى؟ لا، بل المراد هو الرضا بمقتضى تلك الصفة وهو المقلي، هكذا يأتي إراد ذلك يجيب الخيال. فالصواب أن يجاب بأن الرضا بالكفر لا من حيث ذاته بل من حيث هو مقلي ليس بكفر، يعني الرضا بالكفر كفر معناه من حيث ذاته، الرضا بالكفر واجب من حيث أنه مقلي لله تعالى، هكذا لو فرق بين الحيثيتين فلا حرج، هكذا أجاب. وأنت خبير بأن رضا القلب بفعل الله تعالى بل بتعلق صفته أيضا مما لا سترة في صحته، هذا صحيح. ثم إن الرضا بهما يستلزم الرضا بالمتعلق من حيث هو متعلق مقلي لا من حيث ذاته ولا من سائر الحيثيات كما يشهد به سلامة الفطرة. ولما كان الرضا الأول هو الأصل والمنشأ للثاني اختار الشارع هذا الطريق بالجواب. ثم وتقديره، ما معنى التقدير؟ وهي تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من حسن أو قبح ونفع، من حسن وقبح ونفع وضر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، يكون كل مخلوق بتقدير الله تعالى. التقدير معناه تحديد كل مخلوق بحده. ماذا يراد بالحد؟ يعني الكميات والكيفيات والمتعلقات لكل موجود من حسن وقبح، إما يكون شيء حسنا أو قبيحا، فالحسن من الله تعالى، قبح أيضا من الله، ونفع وضر، هذا النفع والضر أيضا من الله تعالى، هو الذي حدد. كذلك ما يحييه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب المقصود. ثم والمقصود، يعني مقصود المصنف بقوله وهي كلها بإرادته ومشيئته إلى قوله وتقديره، تعميم إرادة الله، إرادة الله وقدرته لما مر، لما مر يعني للكفر والإيمان للطاعة والمعصية هكذا. إن الكل بخلق الله تعالى، هو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار، يعني ليس إكراه ولا إجبار على الله تعالى، لذلك هذا الخلق يستدعي القدرة والإرادة، لذلك لله سبحانه وتعالى صفة القدرة والإرادة ثابتتان قائمتان أزلا بذاته تعالى. ثم إرادة آخر، فإن قيل فيكون الكافر مجرورا مجبورا في كفره والفاسق في فسقه فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. نعم، سبق الإشارة إليه. نعم، المعتزلة قالوا لو قيل أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لبطل قاعدة التكليف
قاعدة الثواب واللقاب، قاعدة المدح والذم، كلها باطلة. هكذا هم قالوا، وهذا بيانهم يعني بيان ليلة. فيكون الكافر مجبورا في كفره والفاسق في فسقه، كذلك المؤمن أيضا مجبورا في إيمانه. ذكر مسألة الكافر فقط. على العكس، المؤمن يكون مجبورا في إيمانه، المطيع يكون مجبورا في طاعته. هكذا فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. قلنا إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما، يعني الكافر كفره بقضائه تعالى وتقديره وإرادته وحكمه هكذا، لكن الله تعالى يخلق الكفر بهذه الأمور أو بهذه الصفات، لكن بعد أن اختار الإنسان كفرا أو بعد أن اختار إنسان فسقا فالله تعالى يخلق. لو لم يختر العبد ما خلقه الله تعالى في أحد، بل بسبب اختياره يخلق. نعم، باختيارهما فلا جبر. كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال، كذلك الله تعالى علم الكفر والفسق بالاختيار. الاختيار اختيار العبد، الفاسق يختار الفسق، هذا علمه الله تعالى سابقا. الكافر يختار الكفر، هذا علمه الله سبحانه وتعالى قبل اختياره، علم أنه يختار الكفر، ثم علمه تعالى يقين، لذلك لا يتغير. فإذا لو علم الله سبحانه وتعالى أن فلان يختار الكفر ثم بعده لا يختار الإيمان أبدا، لماذا؟ علمه تعالى يقيني. فإذا هذا الفلان باختياره يختار الكفر أو باختياره يختار الإيمان، وهذا الاختيار يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل وقوعه. فإذا هذا نظير، العلم نظير لقضائه تعالى. ثم ولم يلزم تكليف المحال، لو كان هكذا لا يلزم تكليف المحال. لو كان متى يكون تكليف المحال؟ لو كان مجبورا، يعني لو لم يكن بإرادته وبكسبه واختياره، يكون هناك جبر وإلزام على العبد بجانب من جانب الله تعالى. العبد ليس كذلك، هذا يعني تجربة كل واحد إن شاء الله سأبين. ثم والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح، حتى قالوا إنه تعالى أراد من الكافر والفسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته. هذا سبق أن بينا شيئا من مذهبه. هم قالوا المراد بالإرادة الأمر، فعجبنا عنه، يعني الله تعالى أمر الناس كلهم بالإيمان، الآمنوا لم يؤمنوا، لم يؤمن أكثره. ثم فإذا لم تقع إرادة الله تعالى. نعم، لو تمت إرادة الله تعالى ينبغي أن يقع مراده، ذكرنا هذا مفصلا. نعم، فإذا هنا ليس إجبار، ليس جبر. والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح، حتى قالوا إنه تعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته. زعم منهم أن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده، يعني عندهم هكذا قواعد لا أصل لها ولا برهان عليها من الله تعالى، هكذا يعني قواعد باطلة. خلق القبيح قبيحة هكذا قرروا أولا، هذا دائما ليس له دليل، ثم بعد ذلك يطبقون النصوص على هذه القواعد، هذا مشكلة.
قبيحة كخلقه يعني كخلق الكفر وإيجاده، ونحن نمنع ذلك، لا نسلم، لا نسلم أن إرادة القبيح قبيحة، كذلك خلق القبيح قبيحة، إيجاد القبيح قبيحة، لا نسلم، ونحن نمنع ذلك، بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به، القبيح كسب القبيح فقط ليس خلق القبيح، فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة الله تعالى، وهذا شنيع جدا. يعني لو كان معنى الإرادة هذا كما يقول المعتزلة فيكون أكثر مراداته تعالى غير واقع، هذا شنيع جدا في حقه تعالى. نعم. ثم بعد ذلك يأتي الشارح بحكاية تدل على هذا، حكي عن عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هو معتزلي كبير، ماذا قال؟ حكي عنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة. يعني هذا رجل عمرو بن عبيد هو معتزلي، هو يتبادل آراءه مع من يكون معه، إذا مرة كان معه مجوسي ألزمه، هذا المجوسي ألزم عمرو بن عبيد، أسكته، ما استطاع أن يجيب لرأيه وسؤاله، ما هي الحادثة والخلفية؟ هذا يقول كان معي بالسفينة هذا المجوسي، فقلت له لما لا تسلم؟ يا عمرو بن عبيد دعا هذا المجوسي إلى هذا الدين الحنيف، فسأله لما لم تسلم؟ فقال: لأن الله لم يرد إسلامي، هكذا أجاب، لأن الله تعالى لم يرد إسلامي، فإن أراد الله إسلامي أسلمت، هكذا قال. فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك، هكذا قال، الله أراد إسلامك لكن الشياطين لا يتركونك، لذلك لا تستطيع أن تسلم. نعم. فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. من هو الشريك الأغلب؟ الشيطان، له قوة غلبة، لذلك يجري في هذه الدار يعني في الدنيا أكثر مرادات الشيطان، فإذن هو قال أنا مع شريك الأغلب. كذلك قصة أخرى: وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني، عبد الجبار هو شيخ المعتزلة، دخل على صاحب بن عباد، صاحب بن عباد اسمه إسماعيل بن عباد، صاحب ابن العبد في وزارته، هذا ابن العبد كان ملكا، وهذا الرجل صاحبه وكان صاحبه في وزارته، ثم تولاه بعده ولقب بالصاحب، وكان غاليا في الرفض والاعتزال، كان رافضيا معتزليا غاليا. بسبب صحبته لابن عبد الدينار، لقب بالصاحب. وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني رحمة الله عليه، شيخ هو شيخ أهل السنة، فإذا من دخل عبد الجبار، قاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة، هو دخل على الصاحب، كان عند الصاحب شيخ أهل السنة أبو إسحاق الإسفرايني رضي الله عنه، فلما رأى الأستاذ قال، يعني صاحب ابن عباد عندما رأى الأستاذ أبا إسحاق ماذا قال؟ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، هكذا هو عرّل بالأستاذ أبي إسحاق، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني هذا كان تعريضا إلى عقيدة أهل السنة، أن الله تعالى يخلق الفواحش، يعني يخلق الكفر والمعصية، هكذا هم قالوا لا يخلق،
فإذا حينما قال هكذا فقال الأستاذ علي على الفور، أستاذ أبو إسحاق رحمة الله عليه رد عليه ردا بالفور. ماذا قال؟ قال سبحان من لا يجري بملكه إلا ما شاء، لا يجري بملكه إلا ما شاء، فإذا يجري بملكه ما شاء. عند هؤلاء يعني يجري في ملكه غير ما شاء، أيضا غير ما شاء، يعني الله تعالى أراد الكفر، الله أراد الإيمان من الكافر، لكن لا يجري لا يقع الإيمان بل يقع الكفر. الله تعالى لم يشاء الكفر بل أراد من الكافر إيمانه ثم هو يكفر. فإذا لا يجري مراد الله مراد الله تعالى بل يجري مراد العبد، هكذا أرله. فإذا هو سكت وخرج. ثم والمعتزلة يعتقد أن الأمر يستلزم الإرادة والنهي، والنهي عدم الإرادة، هكذا يعتقد، هكذا عندهم قاعدة كما قلت سابقا، عندهم هكذا قواعد لا أصل لها ولا برهان ولا استقامة. فجعلوا إيمان الكافر مرادا وكفره غير مراد. لماذا؟ هناك نفي عن الكفر لذلك صار غير مراد، كذلك هناك الإيمان كان مرادا. لماذا؟ لأنه أمر به هكذا. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا ويؤمر به، لكن هذا تلازم باطل. الأمر يستلزم الإرادة والنهي يستلزم الإرادة، والنهي عدم الإرادة، عدم الإرادة، النهي يستلزم عدم الإرادة، هذا اللزوم باطل. لماذا؟ نعم، أن شيء قد لا يكون مرادا ويؤمر به، وقد يكون مرادا وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى، أو لأنه لا يسأل عما يفعل لذلك. ثم بعد ذلك يأتي بسند. لماذا؟ سند لأن شيئا يكون لا يكون مرادا ثم يؤمر به، كذلك يكون مرادا وينهى عنه لمصلحة. يأتي بمثال: ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده يؤمره بالشيء ولا يريده منه، فإذا بدون الإرادة هكذا أمر. ثم وقد يتمسك من الجانبين بالآيات، وباب التأويل مفتوح على الفريقين، هكذا من الجانبين، يعني لإثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله كثير من الآيات، وكذلك لخصم أهل السنة أيضا بعض الآيات. فإذا باب التأويل مفتوح على الفريقين، هكذا أشار إلى استدلال الفريقين بالآيات وتأويلات الفريقين في هذه الآيات أجمل ثم اقتصر. بعض أصحاب الهواشي بينها، مثلا باب التأويل: أما من جانبنا فمثل قوله تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إذن هذا يفيد أن الإيمان بمشيئة الله، ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذن هذا أيضا يدل على أن الهداية بإرادة الله تعالى، كذلك ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا، هذا يدل على أن الضلالة من الله تعالى بمشيئة الله تعالى، أن يضله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا، فإذا الضلالة بإرادة الله تعالى من يريد أن يضله. ثم آية أخرى: إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد، يعني ما كان الله يريد أن يغويكم، فإذا هناك الغواية بإرادة الله تعالى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى،
ولو شاء لهداكم مجمعين، هكذا آيات إلى غير ذلك. فأما من جانبهم يعني جانب المعتزلة ما هو؟ فمثل قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، الله تعالى لا يريد ظلما للعباد، فإذا الكفر ظلم، المعصية ظلم، هكذا. إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء، وهذا يكون دليلا بناء على مذهبهم أن الأمر يستلزم الإرادة، فإذا يكون معناه لا يريد أو لا يشاء الفحشاء. آية أخرى: ولا يرضى لعباده الكفر، نعم هكذا، والله لا يحب الفساد، ونحو ذلك. وتأويلنا ظاهر، لأن أفعال الله لا يوصف بالظلم على أي وجه كان، فالمراد نفي الظلم بنفي لازمه يعني أي الإرادة، لأن ما يفعله المختار لا يكون إلا مختارا. نعم، تأويلنا ظاهر، لأن أفعال الله تعالى لا يوصف بالظلم على أي وجه كان، أي وجه كان. فالمراد نفي الظلم بنفي لازم يعني الإرادة، لأن ما يفعله المختار لا يكون إلا مختار. وأما نفي الأمر والمحبة يعني في الآيات الماضية، نفي الأمر نفي المحبة فلا يفيد المقصود، لماذا؟ لأن كل منهما أخص من الإرادة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. أما تأويلاتهم هكذا تأويلان، تأويلاتنا نعم، تأويلات المعتزلة. فقد قال رحمه الله أن العمدة القصوى لهم في ذلك حل المشية في أكثر الآيات، حمل المشية في أكثر الآيات على مشية الغير والإيجاد هكذا. وحين سئلوا عن معناه تحيروا، هم قالوا مشية يعني مشيئة الغير، كذلك الإيجاد. حين سئلوا عن معناه تحيروا، فقال العلاف منهم: خلق الإيمان بالعباد من غير اختيار منهم، من هذا معناه، هكذا قال. فألزم بأنه يلزم أن يكون المؤمن هو الله تعالى، لو كان خلق الإيمان بالعباد من غير اختيار منه بل باختيار من الله تعالى، فمن يكون المؤمن الله تعالى، المؤمن والكافر الكافر هم لا يثبتون. ثم على العباد على ما هو أصلهم، فقال الجبائي معناه هذا اللاف رئيسهم، كذلك جبائي رئيسهم آخر. ثم خلق العلم الضروري بصحة الإيمان وإقامة الدلائل وردها، هكذا قال، إقامة الدلائل نعم لوحدانيته ووجوده وألوهيته هكذا. ورد بأن هذا لا يكون إيمانا، وقال ابنه أبو الهاشم، أبو الهاشم الجبائي ابن علي أبو علي الجبائي، معناه أن يخلق لهم العلم بأنهم لو لم يؤمنوا يعذبوا عذابا شديدا. فهذا أيضا فاسد، لأن كثيرا من الكفرة كانوا يعلمون ذلك، وكذا إبليس ولم يؤمنوا. هكذا يعني شراح فصلوا هذا المكان. ثم بعده ماذا يكون للعبد، يعني أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، فإذا ما هو الدور العباد في أفعالهم؟ هذا الذي يقول المصنف: وللعباد أفعال اختيارية يذابون بها ويعاقبون عليها. نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.